جمالك من طبيعة. جمالك من طبيعة. بالفعل هدى، فكثير منا وكثير من السيدات وحتى الرجال علاش لا، اللي كيبغيو يعملوا الغداء ديال ثاني عيد، كاين بزاف الرجال اللي كيبغيو يعاونوا النساء ديالهم بالغداء ديال ثاني عيد، فبالتالي كتبقى في اليدين ديالهم ريحه ديال البصله، ريحه ديال الثومه، ريحه ديال اللحم، ريحه ربما ديال المواد ديال التنظيف اللي كنكونوا شي شويه كنحسوا بحال اليديدات ديالنا بداو تيحراشوا اولا ما بقاوش نائمين كيف بغينا. فاول خلطه بالنسبه للسيدات والساده اللي باغيين اليديدات ديالهم يكونوا رطبين فهي خلطه اللي هي سهله، خلطة ديال زيت الزيتون أو زيت البلدية، كنعرفوا الخصائص ديالها على الجلد وحتى على الصحة ديالنا، خصائص اللي هي كبيرة بزاف. كناخدو جوج المعلقات كبار ديال زيت الزيتون زائد معلقة صغيرة ديال الملحة وكريم ديالنا ديال اليدين اللي كنعملوه. كنخلطوا هاد المسائل، كنخلطوا جوج معلقات ديال زيت الزيتون مع المعلقه ديال الكريم اللي كنعملوها اليدين ديالنا، كنخلطوها مزيان ثم كنضيفوا عليهم الملح، كنخلطوهم بعد كندهنوا بهم اليدين مزيان وكنخليهم واحد شويه ديال الوقت. نحسوا باللي اليديدات ديالنا ولاو كيسخانوا، يعني انهم درجه الحراره ولات كترتفع فيهم، ما تخافوا شيء، غتخليو غير شويه ديال الوقت علاش لان ديك الملحه كتحيد الخلايا الميته وكتحيد ديك الحروشيه، وداك الكريم اللي كنعملو فهو كيخلي حتى الرائحه اللي تكون زوينه. ثم كنغسلو يدينا بالماء الدافي عاد باش كنوضعوا الكريم ديال اليدين. حنا كنعرفوا ان الكريمات سواء ديال اليدين اولا ديال الرجلين هما ضروريين باش اننا فعلا نحيدوا اي طبقه كترسب وكذلك حتى نرطبوا هذاك الترطيب اليومي ديال اليدين ديالنا. كاينه خلطه اخرى بالنسبه للسيدات اللي ما بغوش يعملوا الخلطه الاولى، كاينه خلطه ديال الفازلين اليدين. حنا كنعرفوا الفازلين من المواد اللي هي مهمه جدا واللي كندهنوا بها الجسم ديالنا واللي كتعطي واحد الرطوبيه، فما فيها بس نزيدوا رطوبيه اكثر. كنحتاجوا شويه ديال الفازلين، نص عصير ديال الليمونه، زيت زيتون وكريم ديال اليدين ديالنا. كندهنوا يدينا اول شيء بالفازلين ثم اما كناخذوا داك العصير ديال الحامض وكنعاودوا نبقاو ندهنوا به يدينا، اما كناخذوا طريقه اسهل كناخذوا فعلا نص حامضه ملي كندهنوا يدينا بالفازلين وكنبداو نحكوها بالحامض. وكيف قلتي هدى فالحامض عنده فعاليه قويه في التنظيف وفي التبييض كذلك، هاد الطريقه هذه كتبيض فعلا اليدين اولا كترجع اللون ديالهم الطبيعي. كنحكوهم بهاد الطريفات اولا القشور اولا حتى نص حامض يعني على حسب المتواجد عندنا، كنحكوهم مزيان ثم كنمشيو كنشلو يدينا كيف العاده عاد باش كندهنوا بالكريم. كنحسوا ان يدينا غادا كترطب وهذه طريقه اللي هي مجربه فعلا، ان الحامض فعلا كيرطب اليدين وكيرطب حتى كيحيد ديك الحروشيه اللي كتكون. والجميل في هذه الوصفه جميله هي اننا درنا واحد الطبقه ديال الفازلين، يعني منعنا ان الحامض ما غاديش يمشي لنا مباشره للجلد، خاصه الناس اللي عندهم حساسيه من الحامض، وكنعرفوا ان الحامض كينشف شويه الجلد، يعني الا دهنا بالفازلين قبل غتكون احسن بطبيعه الحال. نمشيو دابا لوصفه اخرى اللي هي غير مكلفه وتا هي مزيانه بالنسبه لليديد اللي كيكونوا شويه حاشين اولا اللي كنحسوا انهم بداو تيتمشقوا اولا بداو تيتقشروا. كنحتاجوا كاينين فيها بزاف ديال الخلطات، كل واحد غيمشي على حسب الخلطه اللي كتناسبه اولا المتواجد في الدار ديالنا في كوزينتنا وفي الثلاجه. غنحتاجوا نص بنانه اولا موزه اللي تكون ممعوسه، وكنزيدوا عليها شويه ديال الزبده اللي كتواجد عندنا. هي صراحه زبده ديال الكاكاو كتكون انفع، ولكن حنايا غنستعملوا بالموجود بالحاجات اللي كاينه في الدار. اذا غنحتاجوا نص بنانه اللي تكون ممعوسه مزيان، كنزيدوا عليها شويه ديال الزبده وكنخلطوهم مع بعضياتهم حتى كنحصلوا على واحد المعجون. كنقوموا باننا كنوضعوا على اليدين ديالنا عاد كنبداو نفركوا بحال اللي كنعملوا غوماج ليدينا. دائما ملي كنفركوا اليد ديالنا فنحاولوا نفركوا باطراف الاصابع وبطريقه اللي تكون دائريه، علاش لان منها كنشطوا الدوره الدمويه ومنها فعلا كنحيدوا الخلايا الميته وكنفركوا اليد ديالنا مزيان. نعاود الطريقه هذه لانها ممتازه وفعاله كيف كثير من الوصفات. اذا كنحتاجوا نص بنانه اللي تكون ممعوسه، كنمعسوها بفورشيت، كنزيدوا عليها كميه من الزبده، كنخلطوهم مزيان، ثم كنحصلوا على معجون اللي كنعملوه على اليد ديالنا، وكنخلي واحد شويه الوقت، ثم كنبداو نفركوا بطريقه اللي تكون دائريه، وغير بشويه بشويه عاد باش كنشلوا اليد ديالنا بالماء الدافي. هاد الطريقه نقدروا نستخدموها مره في الاسبوع على الاقل. كاينه خلطه اخرى ديال الليمون والسكر لتنعيم اليدين، هذه طريقه اللي سبق لي عطيتها واللي كتعطي الفعاليه ديالها. كنعرفوا ان السكر الخشن او السكر اللي كيكون شويه حبات وغلاض فهي فعلا كتساعد انها كتنعم اليدين وكتساعد كذلك على انها تحيد كل الخلايا الميته. كناخذوا عصير ديال الليمونه حامضه مع كميه من السكر على حسب اليدين ديالنا كيف هي، ثم كنخلطوهم مزيان وكنبداو نفركو بهم يدينا، يعني بحال اللي كنبداو ندهنوا يدينا بشي حاجه او هذا، كنبداو نفركو بطريقه العاديه البلديه اللي كنبداو نفركو يدينا عاد باش كنخليهم شويه ديال الوقت، ثم كنمشيو وكنشلو اليدين ديالنا بالماء اللي كيكون مخلط مع شويه ديال الماورد باش تنعم وتبيض اليدين ديالنا مزيان.
طريقة أخرى كذلك هي عصير ديال الليمون الحامض والجليسيرين زائد المورد. هاد المواد هذه فهي ملي كتنسجم مع بعضها كتعطي فعالية أكثر. كنخلطوهم بمقادير اللي كتكون متساوية، ثم كنعملوهم في قرعة ديال الزاج وكنحطوهم في الثلاجة. وأكيد فيما كنحسوا أن اليدين ديالنا أولا بعد الشقة أولا بعد ربما شي عرادة أولا غير، كنرشوهم على اليد ديالنا فقط. فهي طريقة سهلة اللي ما عندكش الوقت أو مثلا كنتي في عرادة أو لا غير، يعني عرضتي على الناس وشقيتي بزاف، فهي قبل ما يدخل عندك الضيف أو غير كديريها. هنا كتحيد ديك الروائح اللي كتكون ترسبات، ريحه ديال الثومه، ريحه ديال البصله، ريحه ديال العطريه، ومنها كذلك كتنعم لك اليدين. اذا من الوصفات اللي هي جديده واللي هي مجربه هي الوصفه ديال البنانه وكذلك الزبده. كناخذوا نص بنانه اللي كنمسوها كنزيدوا عليها الزبده، طريقه اللي مجربه وفعلا فعاله. كتعملوهم على اليد ديالكم وكتخليهم، وهذه الوصفه كنصح انكم تستعملوها على الاقل مره في الاسبوع. وهذه المناسبه باش كل السيدات يكونوا اليدين ديالهم رطبين ويكونوا اليدين ديالهم بطبيعه الحال كيف كيبغوا كيف كيتمناو. هادو ما خلطات ديال اليدين ديالنا باش اننا نحصلوا على يدين اللي يكونوا فعلا اكثر بياضا واكثر نعومه.